أكد متصرفو لواء الرصيفي الدكتور سلطان الماضي خلال رعايته لاحتفال أسبوع الوئام بين الأديان الذي نظمته مديرية أوقاف الرصيفي في مدرسة ثيودور شنلر أن هذه المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة هي ترجمة لنهج وطني ليكون بمثابة دعوة لتجسيد المفاهيم والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية في الحياة اليومية. وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها القس الدكتور خالد فريج، تحدث في اللقاء كل من مدير أوقاف الرصيفي الدكتور محمد القواقنة والأب إبراهيم نيروز والدكتور أنس الخلايلة عميدي كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، حيث أجمع المتحدثون أننا في الأردن نفخر بأننا أسرة واحدة يحظى فيه الجميع بحقوق متساوية وعلاقات أخوية طيبة، مؤكدين في كلماتهم تمسك الأردني بالوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.